ثم فئات معينه اللي استنفعت من الكوميرس من التجاره الموازيه من الترافيك من البرد نتاع رادس من الحدود البريه، هذوما الناس اللي استنفعوا بعد الثوره واللي هما مجموعه بطبيعتهم ناس معناتها براغماتيين، ناس هنا استنفع اما راه بطريقه اخرى. انسان سرقك مش استنفع، استنفع على خاطره سرقك، سرقك انت، سرقك انا، سرق السيد يا سيدي سوي. اكثر عباد انتفعت معناها من الزيادات من اللي حكيت هذوما الكل هما المعلمين والعباد اللي تخدم عند الدوله بصفه عامه، معناها باش يطلبوا زيادات من عند الدوله وشكون اللي باش يزيدوهم فلوس الدوله معناها، وديجا هما يخدموا الفد عند الدوله معناها كلي فلسوها وفلسونا احنا معناها. بيان سور شكون اللي باش يخلصهم زيادات هذوكم؟ احنا بالماء والضوء والتليفون والكونيكسيون هذوكم الكل. العباد اللي كان كابتهم قبل بن علي وكانوا معناها ماهمش احرار في تصرفاتهم، كانوا كيمشيو حتى المساجد معناها يتبعوا فيهم يراقبوا فيهم وكل شيء، طبعا نشوفوا فيهم معناها تسيبوا جمله وبون هما اللي نشوفهم انا استنفعوا من الثوره. الفئه اخرى زيدا استنفعت من الثوره هما رجال اعمال قبل، كان بن علي ياسر معناها ترابلسية وكانوا ياسر معناها مستغلينهم ومقيدينهم. فوالا بالنسبة للمواطن التونسي العادي من بعد الثورة ما زادش حتى شيء جديد عليه، والبقى من الممكن وخر أكثر من اللي يقدم، لأنه غلاء المعيشة الشهرية بقت هي هي، وغلاء المعيشة زاد التفاعل الكراء والأمور كلها زادت، أن المواطن قاعد اللي ربحوا واللي استنفعوا هما ناس اللي احتكروا السوق بكل صدق، والناس اللي هما عندهم فلوس طائلة هذوكم زادت المرابيع. أما بالنسبة للمواطن التونسي عادي. أنا من رأيي الديستونس كانت بين الأغنياء والفقراء كي بعد الثورة ولات هكا الديستونس، معناتها بعدت برشا فهمت على بعض. بيان سور الاغنياء انا زدنا طحنا الاغنياء هم اللي عايشين فيها زدوا عاشوا فيها معناتها. هو كي تجي تشوف ما تبدل حتى شيء، خاطر نفس العباد هما المستنفعين ديجا من قبل، نفسهم مستنفعين تو زادوا ولو اغنى وزادوا ولو عندهم اكثر وتو ولوا يسرقوا بعين صحيحه ما تبش سنين. حتى فيها مستنفع، حتى فيها تشوف معناتها الناس كل هي بيدها معناتها. الثورة ذيك هي بارتو معناها، ما يا اما معناها الاغنياء يطلعوا الفوق يا اما الزوال يقعدوا ما بيدهم معناها، ما استنفع حتى واحد بالثورة. انت ترى الاغنياء ما تستنفعوا بالثورة ولا؟ ما استنفعوش، هما اغنياء ما عند ربي معناها، تصير ثورة ما تصير ثورة هما اغنياء ما عند ربي معناها. المعلمين هكا قاعدين يعملوا في اعتصامات وكل شيء وضر وكتلام ذاك في جرتهم، ويحبوا على الزيادات ويحبوا على الشهيات. ما استنفع حتى حد يكرم. خاطر هيك شفت معناها الثورة كلها معناها مبنية غلطة في غلطة بالمرة، غلطة هي ثورة غلطة بالمرة، ويكذب عليك اللي يقول لك راني استنفعت منها. هيك تشوف الزوالي كلها معناها ما عادش خالتها باش تاكل وما عادش خالتها، هيك تشوف حتى من الطلاب هيك تشوف كيفاش معناها كثر يستنفعوا بالثورة. هي هما كم اللي قاعدين يسرقوا مثلا، انا هما اللي قاعدين يعملوا في الكونترا، اللي قاعدين يهربوا واللي يجيبوا في سلاح، يعني البلاد يعني مشاوها بالاخص المده الاولى هذيك نتاع الثوره يعني 2011. العباد اللي استنفعت بعد الثوره كان التجمع، انا نتصور الحزب اللي كان قبل هو ذاك هو اللي استنفع وقاعد يستنفع. نحن حسب ما نشوفوا اللي هو كانوا موجود كانوا مش موجود بعد الثوره، اما هو معناها موجود مازالوا المزروعين من قبل هذوكم هما كلهم تلقاهم بالطبيعه في المؤسسات في مع الشويه انا حتى في الوزارات راهم موجودين توا. الحاكم والميتير معناها امور شهري امور خدمه امور ترقيه برشا حاجات صراحه، خاطر هما من الاول معناتها طاحوا، اما من بعد كيف يرجعوا لهم مجدهم معناتها اعطوهم معناتها كيما نقولوا اعطوهم لوردر شاشوا كيما العاده واكثر، وامورهم معناتها كيما نقولوا واضحه في كل شيء. انا جي فيو كو حتى حد ما استنفع من الثوره، والظرف فيها كان الزويلي، مش في بالنا معناها باش تكون حاجه باهيه برشا باش تبدل برشا حاجات في صالحنا احنا، مي انفان ما استنفع حتى حد من الثوره وهي ديجا لعبه سياسيه الكل، ومانيش فاهمين حتى شيء تو. انا نشوف اللي اكثر عباد استنفعت هي لي بوليتيسيان، بويسك برشا عباد خرجوا من الحبس وعملوا لهم كومنتون انتر بارونتيز رد اعتبار، دونك خدم سافا كل شيء سافا، قعدنا كان براتيكمون لي جون هما اللي
ما استنفعوا شيء براتيكمون. بورتون يقولوا لي العباد الكل اللي خرجت في الثوره هما شباب واللي قام بماوين سي تو سامبلومون سا. نجم نقول لك انا الطبقه اللي معناها مرزت معناها وضاحت وزت كما نقولوا كان عنده مليار ولا عنده زوج طبقه راقيه بطبيعتها ما تبدلش طبقه هذيك في نيفو والاخرين اللي ما في نيفو كنت مضروب الطبقه الراقيه ليس الا واضحين خويا كما نقولوا نحن ترى مثل اللي عنده تزيدوا واللي ما عنده يحليله. السلام عليكم.